السلام على يعقوب النبي. قر عينا، فالمنية لم توافي ابنك يوسف بعد. يوسف لا يزال حيا، وحكاية موته إفك يفترى. هل أنت واثق؟ لا يكون موت في الأرض لا أعلم به. هل سمعت؟ أخوك لازال حيا، هل يسعك أن تخبرني بأي أرض هو؟ إن علمي يقتصر على عالم الأموات. من كان هذا؟ وملاك الموت عزرائيل. لطالما ظننت أن عزرائيل ملاك مخيف. ليس مخيفا للجميع يا ولدي. هل ما زلتم مصرين على كتمان ما صنعتموه بأخيكم؟ لقد أخبرناك سابقا، ألن يأتي يوم تكف فيه عن الكذب؟ ابن يوسف لم يأكله الذئب ولا اختطفه الموت. إلى أين ذهبتما؟ كنا عند ضريح أمي، وهناك علمنا أن أخي يوسف لم يمت. هل أخبرتك أمك راحيل أن أخاك لم يمت؟ بل الرجل ذو الرداء الأبيض، لقد قال أبي إنه ملك الموت. لقد جن بالكامل. أنتم المجانين، أنتم الكاذبون، أنا أمقتكم جميعاً.